للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب عبد الله إبراهيم الدوسري، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بالمجلس. أهلا بك في نشرة الثالثة. هل توضح لنا أهمية قانون الاحتراف الرياضي والذي أصدره جلالة الملك المفدى طبعا بعد إقراره من السلطة التشريعية؟ في البداية طبعا نشكركم جزيل الشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة. طبعا فيما يتعلق في هذا الموضوع، بداية نشكر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظ الله ورعاه لإصدار مرسوم قانون احتراف الرياضي الذي سيساهم في نقل الرياضة البحرينية من الهواية إلى الاحتراف، ويضمن حقوق المنتسبين إلى القطاع الرياضي، وسيشكل إضافة مهمة. طبعا الرياضة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة والحكومة الرشيدة، وهذا تجسيد من خلال الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع. طبعا احنا في السلطة التشريعية حريصين على دعم منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بالرياضة، وعملنا منذ فترة طويلة على قانون الاحتراف الرياضي حتى يكون من متوافقا مع افضل الممارسات المهنية بما يتوافق ويتفق مع القوانين الدولية، ونأمل أن يكون هذا القانون خير داعم للرياضة البحرينية لمواصلة مسيرة التميز وحصد الإنجازات على المستوى الإقليمي والدولي، وسنكون بإذن الله يعني من أوائل الداعمين لأي مشروع رياضي أو خدماتي يعزز من مكتسبات المواطنين الكرام. نعم، ونحن نثمن سمو الشيخ ناصر نثمن جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وحرصهم على دعم المسيرة الرياضية للمملكة على المستوى الدولي. نعم، سعادة النائب عبد الله إبراهيم الدوسري، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بالمجلس، شكرا جزيلا لك.